باقيين كما اتفقنا اتفاق باقيين فيه، والمداخل ديالها باقي كتمشي للعائله ديالو، الزوجه ديالو، البنتين ديالو. صافي يعني هذيك اون توكا انا مي كندير شي عمل كيبقى كما كترات ما طرات فيه حتى شي تغييرات. انا نظن اللي كيدير الخير او كيعاون ماشي ضروري خصو يبينوا على انه بينوا ما يبينوش، دونك حتى واحد ما كيعرف الخبايا وشنو كنديروا وشنو هما الاعمال اللي كنقوموا بها. ولكن انا نظن بالنسبه للسياره او اللباس هادو مسائل شخصيه. اي واحد كيحلم انه كيقول لك نهار يكون عندي لي مويان نقدر نشري طوموبيله زوينه او نقدر نلبس مزيان، فنظن هذه حياه خاصه. فاللي تحت له الفرصه انه يلبس مزيان او يشري سياره، فانا نظن هادو مسائل تافهه ما كنبغيش نتكلم فيها بزاف. واللي يدير الخير ماشي ضروري خصو يبينو، وما ما ينتظرش عاد شي حد اخر يقول له خصك تمشي للجبال وخصك دير وخصك دير. شي توضيح للجمهور اللي مازال كيتسال عليه، ولكن انا ديما كنوضح يعني التاخير هو راجع غير للموسيقى والكليب. فاحنا سالينا الموسيقى، كانوا عندي ملاحظات على الموسيقى، لو ستيل ديال الموسيقى فاش كانت غاديه شفتو ما هادشي يناسبني رغم انها تغنات. كذلك الكليب، فمن بعد من شفت النتيجه ديال الكليب فمش هذاك هو مش هذيك النتيجه اللي كنت منتظرها صراحه. ماشي هذاك هو، كيف خصو بزاف ديال التعديلات، وسبق لنا هضرنا مع الزوج ديال دنيا باطمه، والان حنا ننتظروا منهم التعديلات ان شاء الله باش العمل يخرج ان شاء الله.